ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع وكل إعادة فإفادة. خرجنا الشارع المغربي باش نسولوا المواطنين واش شافوا داك الفيديو اللي دار داك المقردع رئيس فرنسا، وشنو ردة الفعل ديالهم، وشنو الرسالة اللي بغاو يوجهوا لي. أجوا معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذي بخير. مرحبا. شفتي داك الفيديو اللي دار داك المقردع الرئيس ديال فرنسا؟ إيه. أشنو بان لك فيه؟ وحنا ما عندنا ما نديرو بالإعانة ديالو كاع. حنا الحمد لله الشعب المغربي قاد بشغلو والملك ديالنا قاد بالمسائل ديالو، كلشي الحمد لله غادي داكشي غادي مزيان بإذن الله عز وجل. الله ينصر سيدنا والله الله يعز الوطن ديالنا بإذن الله، وكنفتخروا بسيدنا وكنفتخروا بالوطن ديالنا. أما هو راه ما عندنا ما نديرو به. الإعانة ديالو لا هو لا دوك الأجنبيين كاع اللي معاه، ما عندنا ما نديرو بداكشي. حنا المغاربة الحمد لله أحرار وناس قحين، ناس كنقفوا على شغلنا بيدينا الحمد لله. ما عندنا ما بغينا إعانة حتى من حد بإذن الله عز وجل. وشنو بان لك من الهضرة ديالو؟ الهضرة ديالو بأنه بغي ينوض الفتنة. وهذيك الفتنة راه هو اللي غادي يتحرك بها بإذن الله عز وجل. قال لك الإنسان ملي كيقلب على النار هو اللي كيتحرق بها، كتبدا به هو الأولاني. حراوه ماشي هو والجزائر تكبوا في البحر، ما عندنا ما نديروا بهم حنا. لا الجزائر لا فرنسا ما عندنا ما نديروا بهم حنا. الجزائر حنا ما نكرهمش، راه خوتنا، ولكن هما ابناء جلدة ديالنا، ولكن ما داروش بداكشي اللي قلنا لهم حنا. حنا بغينا نسرحوا الحدود ونقادوا الامور ديالنا بيناتنا، ولكن ما بغاوش. هما تبعوا فرنسا؟ تبعوا، مخليه اللي تبع شي حد راه يتحشر مع بين العز وجل. رساله لذاك المقردع. والله اش نقول لك، الله يهديه. ما نقدرش ندعيو عليه، لان بدل من طبيعه المسلم ولا المؤمن ما خصوش يدعي على اخر. هذاك راه واخا كافر ولكن كيبقى اهل الكتاب. الحمد. شتي داك الفيديو اللي دار داك الرئيس ديال فرنسا؟ وي شفتو. اشنو بان لك فيه؟ صراحه الله ما عجبنيش اي واحد كيحتقر المغاربه ديالنا، ما كيعجبنيش. وحنا كمغاربه وتبارك الله يعني مع هذا الزلزال كنا كنفتخروا بالمغرب ديالنا، ولكن دابا اكثر واكثر حيت تبارك الله ما شاء الله اتحدوا وداروا يد في يد. وانا مغربيه وكنفتخر بالمغاربه ديالنا خوتنا، وكنفتخروا بالملك ديالنا. حنا ما محتاجين حتى شي ما محتاجين المساعده حتى من شي واحد. يعني تبارك الله ما شاء الله المغرب ديالنا بان في واحد القمه، وزدنا دابا في هذا الزنزال. وانا مغربيه وكنفتخر ببلادي وكنفتخر بولاد بلادي، وعاش الملك ديالنا. وهذه رساله لذاك الخبيث ديال رئيس ديال فرنسا. الصحراء كتبقى صحراء مغربيه، وحنا ما محتاجينش الخبات بحالو. والمخرميز ديال العرب هذاك الميكروب، ما نعرفش سميه، كنقول انا على الميكروب، راه خرج على امه في افريك، خرمز بزاف الناس دول خرج عليهم. ولكن تحيه الشعب المغربي وهذا المنبر الاعلامي بين الرجوله وبين الروح الوطنيه. وكيفاش من طنجه تاعي وكل شيء عطى لهذه، كل شيء عطى اللي عنده في البيت ديالو عطى. يعني شوفوا، يعني كان تضامن، تضامن وطني من اوروبا والامريكان. هما كنعرفش وحدين الامريكان حتى ما غيصيفطوا، قطر صيفطت كونتينرات. قلت لك اصدقاء المغرب اللي في اوروبا واللي في اسيا، وما كنتسناوش لك المساعده. المغرب عنده رزقه، عنده ارض فلاحيه، حنا ضامنين. شوف يكتب عليك كتاب، وخلنا ناكلوها خبز واتيه، الحمد لله ونشكره. الشعب المغربي معروف خبز واتيه وزيت العود. وشنو الرساله اللي توجه ليه؟ داك كما قلتي داك ميكروب. المغرب واعر عليه، ما كاين على الوطن الله والملك. سالي دار داك المقردع ديال الرئيس ديال فرنسا. ايوه شو طبيعه الحال؟ اشنو بان لك فيه؟ انا كيبان لي داك الخبيث الصراحه ما بغيناش يعاوننا، وكنقول بان كاع المغاربه قادين براسنا. شنو الرساله اللي توجه لي؟ وكنوجه داك الخبيث بان حنا صحراء مغربيه. تحيه لله. الشيخ داك الفيديو اللي دار الرئيس ديال فرنسا، شو داك الحقير، اشنو بان لك فيه؟ خويا ديك الهضره اللي كيقول، حنا عارفين النوايا ديالو واش باغي، وحنا ما نعطيوش القبول باش يدخل عندنا للبلاد اول حاجه. وثاني حاجه الصحراء مغربيه، حنا عارفين علاش باغي يدخل، باغي يخلق لنا الفتنه وسط البلاد. وكنقولوا ليه من هنا سير بقى في بلادك، وما توصلناش حنا، راه تطورنا ماشي بقينا في ديك العهد ديال الاستعمار، وما غتدخلش للبلاد. هادشي اللي كاين. هذه رساله للحقيقه، رساله ديال فرنسا. خويا شفتو بحال قال لك يعني بغى يوصل لنا المعاونه، قد حنا ما محتاجينش ماكرو. الحمد لله المغرب يعني عايش بس ما عطى الله، ما عندناش وما خصناش وما محتاجينش نمدو يدينا لبنادم. فيا اون بليس نوصل لك واحد الحاجه، يعني هذه المعاونه كامله بغى يعاوننا بها، راه كانت ممكنه مورا شي حاجه. يعني الا بغى يعاوننا راه غيبغي منا شي حاجه، حيت هذاك النوع يعني راك عارف انت، فهمتي؟ بس بلا ما نزيد نفسر، ولكن سو نزيد نقول لك يعني كتبقى الصحراء مغربيه، حنا راه مغاربه كاملين بصفه عامه، راه فينا النيل، فهمتي؟
فينا النفس فينا النفس يعني ما تحتاجوش فوالا انت فهمتيني اخي ديال يعني شنو نزيد نقول لك ونقول هذا الميساج هذا يعني انت راه ماشي ماكرو راك ماخرو